السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم، معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. طبعا أشرب بكم، وبعد انقطاع إن شاء الله رجعنا وياكم في دروس تعلم العود. واليوم عندنا مدة تعلم العود. إخواني الأعزاء، مدة تعلم العود بسبب أنه كثير من المشاهدين أنه يستفسرون على مدة العود وش قد أتعلم وما هي الفترة اللي أنه نقدر من خلالها نتعلم العود. وإذا دخلنا دورة، طبعا عندي موجودة الدورات هم نوح عليها، تقدرون تشتركون بالدورات الموسيقية اللي هي أونلاين عبر الانترنت أو في بغداد، الذهاب إلى بيت الطالب لكي نبدأ بتعلم العود لهذا الطالب وأيضا الغناء العربي. تقدرون من خلال رقم الواتساب الموجود أسفل الفيديو أو موجود في الصفحة. مدة تعلم العود هي تكون في البداية أنه اشتراكك، أول تدخل أول اشتراك شهر راح تتعلم بيها طبعا الأوتار، تتعلم بيها الأصابع، ومن ممكن راح تدخل عندك أيضا أغنية حتى تتعلمها، حتى تكون طريقتنا صحيحة بدراسة العود وتتعلمها بأسرع وقت ممكن وبطريقة سهلة. لكن أنت شنو لازم تعرفه، أنه أنت في كل شهر راح تتقدم إلى مرحلة، يعني المرحلة الأولى راح تتقدم بخصوص تعلم الأوتار وتعلم الأصابع وتعلم مقام العجم، وتأخذ أغنية على العجم وتقاسيم على العجم إذا ممكن طبعا بالتقدم مالتك، لأن هي كل مرحلة تتقدم. ثم تنتقل إلى بقية المقامات اللي تأخذ دولاب أو مقدمة موسيقية، ومن ثم تنتقل إلى مرحلة الأغنية، ومن ممكن أنه نأخذ تقاسيم إذا شفنا بها مجال. الموضوع الثاني اللي هو تمرينك يوميا ساعة أو ساعتين حتى تقدر. أنا أحاول أنه أختصر لكم الأمور في قضية ما هي مدة تعلم العود، يعني لازم نفهم مدة تعلم العود. هذا أول شهر من خلال دورات، أنا أتحدث عن دورات اللي موجودة عندي، هذا طريقتي بالتدريس، لازم نوصل بطريقة وبصورة سريعة حتى نقدر أنه نوصل بمنهاجنا، وأيضا يتمكن طالب مباشرة بالعزف على العود من خلال تأخذ مناهج بسرعة وبطريقة سهلة ومفهوما. أكو النقطة الثالثة والمهمة هي جدا، هي في ناس أنه تتعلم حرفي يعني بالحروف العربية، وهذا ممكن لأنه في حالة أنه ما يتجه اتجاه احتراف، وفي ناس لا تتعلم حرف وتتعلم نوطة موسيقية حتى يقول لك أنه أي نوطة موسيقية أقدر أنزلها من الانترنت، بالتالي أقدر أترجمها على آلة العود. في الحقيقة أنه آلة العود هي معروفة، هي 5 أوتار، ونقدر نطلع عليها من خلال الشرح الكامل من خلال الدورات الموسيقية. رابع شغلة مهمة هي أي سؤالهم عن أين مكانك يا أستاذ زياد. أنا موجود عندي أونلاين مباشر، شلون هسا أنا أشوفكم بس مباشرة مع الطالب عن طريق الواتساب أو السكايب للطلبة العرب، والواتساب أيضا، وأيضا الزوم أيضا، لأن خاصية الزوم مفيدة بقضية التسجيل للمحاضرة، تقدر تسجلها أنت وتبثها بعدين بينك وبين نفسك حتى تقدر تمارس بيها. هذا هو منهاجنا بالتعلم العود والغناء. وقضية التدريس نبدي أول بدايتها هي بآلة العود اللي موجودة أمامكم، وكيف الأوتار راح تصير، وما هي الأوتار، وما هي نوعية الخشب والأصابع، وتبلش بها. قضية الخامسة في يعزف يسراوي، يعني بالعكس هاي يقدر يقلب الأوتار الأعلى ونبدي نشتغله يوم. إذن أنا حبيت أنه أقول لكم أنه المدة الموجودة، المدة الكاملة لتعلم عزف عود هي مو بشهر، لكن خلال هذا الشهر أنت تتقدم، راح تحس نفسك فرق، ممكن شهرين ممكن 3 أشهر. لذلك أنا أتحدث وياكم
من خلال انه اني مختص في قضية العود وبالموسيقى حتى ننوه لكم لين كثير من تساؤلات. راح نبدأ وياكم ان شاء الله بالمحاضرات اللي موجودة، ننزل بعض الفيديوهات لين تعرفون باليوتيوب هو مو مثل الاونلاين مباشرة وياي، لانه يكون سؤال وجواب من قبل الطالب انا وياه، وهذه الطريقه وهذه انواع الريش الموجوده وهذه الاصابع. اللي اتمنى من عندكم طبعا اللايك والاشتراك بهذه القناه اللي هي اول قناه عراقيه لتعلم العود واللي ثبتت نجاح الحمد لله، والدورات مستمره اللي يريد يشترك من محافظات العزيزه في العراق وفي ايضا بلدان العربيه من دول العالم العربي والعالم. واني جاهز لنبدا بقضيه دوره العود، ومثل ما نوهت اشتراك من خلال تقدر ترسل رساله الواتساب موجود اني وتستفسر عن قيمه الاشتراك شهريا، ونبدي وفق جدول هذا في الاونلاين. واما في بغداد اكو بعض الناس انه ترغب انه الذهاب الى البيت، فبكل تاكيد انا موجود وجاهز حتى نقدر نروح لهم. والفرق انه الاونلاين هي 8 محاضرات، مده المحاضره ساعه، 8 محاضرات شهريا. الاونلاين الذهاب الى البيت عفوا 6 محاضرات، لكن المحاضره ساعتين ممكن اكثر. وتحياتي لكم، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، وبانتظاركم في الاشتراك في الدورات الموسيقية. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.